على مختلف الأجيال. وادي التصويبة يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. مصطفى كريم يعلن عن أول أهداف الدراويش في هذا اللقاء. تصويبة بعيدة المدى تذهب على يسار الحارس أسامة نجيب، ويعلن على طول مصطفى كريم عن أول أهداف نادي الإسماعيلي في بطولة كأس مصر هذا الموسم. شفت البصه دي؟ هي البصه دي يا جماعه، هي البصه دي بالهدف على طول، لمح على طول كده ان اسامه